استهداف الخط الرئيسي لمياه حلب بالطائرات الحربية في منطقة الميدان. الله أكبر، الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. بشار الحسد، هاي إصلاحاتك يا بشار الحسد. هاي قذائف يا ضايع، وينش يا ضايع؟ الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. ضربت واحد مو تجرحه ولا ما تجرحه؟ تجرحه جرح صغير بس. حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما هذا من إصلاحات بشار الأسد. لقد ضرب خط المياه الرئيسي الذي يغذي مدينة حلب فجعل منها نهرا مياه صالحة للشرب يحصدنا عليها جميع دول العالم. لقد حاربنا فيها، حاربنا في لقمة عيشنا وفي غذائنا وفي عملنا وفي مياهنا أيضا. هذه المياه ملك للشعب وليس ملك لبشار. جنود الجيش الحر يشتبكون والمياه تنزل هنا. هذا ونحن هلا الآن نحن في الميدان ويقوم عناصر الجيش الحر بمساعدة المدنيين بإخراجهم من الأبنية المهادة بالسقوط بسبب تراكم الأمطار والمياه، عفوا تراكم المياه التي إنه مشهد والله لا يوصف، والله لا يوصف، والله لا يوصف. انظر إلى المياه. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الجيش الحر يقوم بمساعدة المدنيين في منطقة الميدان. الله أكبر. الجيش الحر يقوم بمساعدة المدنيين. يا شباب اجت الطيارة، يا شباب اجت الطيارة، يا شباب نعديد العيون من المياه التي سببها الطيران الحربي. الله أكبر.